تحسين مردودية الحبوب والتقليص من التوليد، تم إقرار جملة من الإجراءات ابتداء من هذا الموسم. من أهم أول حاجة الترفيع في أسعار الحبوب على مستوى الإنتاج لفائدة المنتج والفلاح اللي ينتج في تونس. قمح الصلب 130 دينار القنطار، أي بزيادة تقدر 43 دينار مقارنة مع الموسم الماضي. القمح اللين 100 دينار للقنطار، بزيادة تقدر ب 33 دينار في القنطار مقارنة بالموسم الماضي. الشعير 80 دينار للقنطار، أي بزيادة تقدر ب 24 دينار مقارنة بالموسم الماضي.